أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية بالحلقة 16 بعنوان الفترة يلي بعد الزلزال. Welcome to the Arabic from Arabs podcast. Are you feeling stuck with your Arabic? We will show you how to become fearless and fluent by focusing on learning Arabic easier than ever with Syrian hosts Muhammad Junaid and Lotus Ruslan. And to get the transcript file of each episode for free, visit our website arabicfromarabs.com. Now, let's start. أهلين فيكم يا جماعة بهاي الحلقة الجديدة يلي عم نكمل فيها حكي عن الزلزال. بالحلقة الماضية نحن حكينا لكم شو صار باللحظات الأولى من وقت حدوث الزلزال، بس هلأ رح نحكي عن الشيء اللي صار باليوم الثاني والأيام يلي إجت بعد هداك الزلزال القوي بتاريخ 6/2. أول شيء يعني الناس كانت بالفترة الأولى مصدومة، ما كانت فهمانة شو عم بيصير، ما كانت فهمانة يمكن حجم الدمار يلي صار بجنوب تركيا وبشمال سوريا. ولكن مع الوقت، وقت صار في إعلام، وقت صار في سوشيال ميديا عم تحكي عن هذا الزلزال، الناس بلشت تنتبه على حجم الدمار هذا. فهلأ خلونا نشوف لوتس، شو أكتر شيء بتتذكره باليوم يلي إجا بعد يوم الزلزال؟ فشو هو الشيء اللي بتتذكريه باليوم يلي بعد الزلزال؟ وكمان هل ضليتوا برا البيت طول اليوم تبع الزلزال ولا رجعتوا على البيت؟ شو عملتوا خلال هاي الفترة؟ أنا أكيد مستحيل أنسى اليوم يلي بعد الزلزال. أول شيء مثل ما حكيت لك، صار الزلزال الساعة 4 الصبح ونحن اضطرينا ننزل برا البيت، وما في حل غير أنه أنت تكون بالسيارة. وطبعاً بما أنه نحن بالشهر الثاني من السنة، فالدنيا شتاء وكتير برد، وللأسف ما بعرف إذا هذا الشيء منيح أو لا، بس كان في مطر كتير، يعني مطر غزير بيوم الزلزال. ونحن بس بقينا بالسيارة، ضلينا بالسيارة، وبعدين حسينا بالتعب. طبعاً المدينة الساعة 5 الصبح كانت مثل كأنه الدنيا ظهر، كل الناس بالشارع، السيارات، صوت زمور السيارات، وكل شيء كان كتير عجقة والصدمة، كل الناس مصدومين. بس بعدين نحن كتير تعبنا، فقررنا نرجع للبيت. رجعنا للبيت تقريبا الساعة 9 الصبح، وهون كانت المفاجأة أنه صار زلزال تاني الساعة 12 الظهر أو 1 الظهر، ونحن رجعنا نزلنا. عملنا جولة بالمدينة وشفنا كمية الضرر اللي كان ما بيتصدق، يعني كل المناطق القديمة ما كان في بنايات، والبنايات اللي كانت لسه موجودة كانت كتير خطيرة، وللأسف ما لازم الناس يطلعوا للبناية. تماما صحيح. يعني أنا كمان بتذكر هداك اليوم، بتذكر كيف أنه الجو كان كتير بارد، يعني الدنيا كانت صقيع بهداك الوقت، وكان في مطر عن جد كتير قوي. يعني حتى هون بالشام كان المطر غزير، كان المطر قوي خلال هداك اليوم. فيعني كان الجو سيء بالإضافة لحدوث الزلزال، فالناس حتى يلي نجت من الزلزال وطلعت من بيوتها أو هربت من البيت، فكانت أيضا موجودة بجو غير مناسب. فيعني حسب هاي النقطة، أو بما أنه حكينا عن هاي النقطة، هلأ بعتقد أنه فينا نحكي عن أنه الزلزال دمر كتير بيوت وهجر آلاف الأشخاص من بيوتهم. فنحن عم نحكي عن
تقريبا أعداد يعني عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الأشخاص يلي تهجروا من بيوتهم، سواء في قسم منهم البيت اتدمر مثل ما حكيت لوتس أنه في بيوت وبنايات بأكملها نزلت على الأرض، وفي قسم تاني البيوت ما اتدمرت، البيوت ما نزلت على الأرض ولكنها أصبحت خطيرة أنه الإنسان يرجع عليها لأنها تأذت بسبب الزلزال وصارت خطيرة. فلهيك بدي أسألك يا لوتس، شو هي يمكن أكثر المناطق يلي بحلب، بما أنك ساكنة بحلب، يلي تأذت كتير، وهل في مناطق يعني بأكملها تأذت؟ وشو بالنسبة لقلعة حلب؟ سمعت أنها كمان تأثرت بهذا الزلزال. إيه أكيد، تقريبا كل المناطق القديمة بالمدينة اتأذت كتير، وطبعا المناطق القديمة أكتر من المناطق الجديدة، نظرا أنه مدينة حلب هي مدينة كتير قديمة، يعني نحن بلدنا كتير قديم من زمان، وحلب كمان مدينة قديمة والشام كمان، بس الضرر كان كبير، وطبعا أكيد كل القرى والضياع أنا متأكدة إنه اتدمروا، وأنت بتعرف كيف البيوت بالقرى. أما عن القلعة فصح، أنا شفت كتير صور في أجزاء من القلعة اتدمرت، بس أنا بفكر مو مشكلة، لأنه في كتير ظروف صعبة مرقت على القلعة ورجعوا أعادوا بناء القلعة، so القلعة مو مشكلة كبيرة قدام الناس اللي راحت بيوتها هلأ. صحيح، أكيد طبعاً قلعة حلب يعني ممكن أنه يقوموا بإعادة ترميمها، فهي ما لها مشكلة جداً كبيرة، بس بالفعل يعني هو المشكلة هي بالآلاف الأشخاص اللي تشردت من البيوت، هاي الأشخاص وين عم بيناموا، وين عم بعدوا هلأ؟ يعني حسب ما بعرف أغلب الناس هلأ عم تنام بالجوامع وبالكنائس، ويلي في إله ممكن قرايبين، يلي ممكن الأشخاص اللي عندهم بيوت كبيرة أو عندهم بيوت فاضية، فهن استقبلوا جزء من هاي العوائل، جزء من هاي الأشخاص، وخلوهم يسكنوا معهم، وهذا شيء كتير رائع. وكمان ما فينا ننسى أنه الناس هون بسوريا يعني ساعدت بعضها، قامت كتير محافظات أرسلت مساعدات للمناطق المنكوبة والمتأزية، ولكن هذا كله بيبقى شيء بسيط أمام الدمار يلي صار بسبب الزلزال. فلهيك بعتقد أنه من المهم أنه نحكي عن فرق الإنقاذ. باليوم الثاني شفنا كتير فيديوهات عن فرق الإنقاذ يلي اجت وساعدت بإنقاذ هاي الأشخاص. فشو بالنسبة لإلك يا لوتس، هل أنتم مثلا عايشين بمنطقة قريبة من منطقة كانت فيها دمار وكان فيها فرق إنقاذ عم تشتغل لتساعد الناس ولا لا؟ صحيح، كان في كتير فرق إنقاذ وأنا شفت هاي الفرق، وأخوي كمان كان متطوع بفريق، هاد الشيء حقيقي. في كتير دول ساعدت، دول عربية مثل الجزائر، العراق، الأردن ولبنان والإمارات طبعا، وصح أنا شفت فرق إنقاذ، في ناس ضلت تحت الإنقاذ يومين وثلاثة وأربعة لوقت ما وصلوا فرق الإنقاذ. أنت بتعرف أنه في كتير لازم كتير وقت عشان يوصلوا للمنطقة وعشان يعرفوا مين تحت الإنقاذ ومين لا، بس لا تنسى أنه المساعدة كانت بس لأسبوع، بس الناس ما رح تكون عايشة بس أسبوع وبعدين خلاص، يعني لازم تكون المساعدة مستمرة، وهلأ المساعدة وقفت. نعم صحيح، يعني إذا بدنا نحكي عن
عمليات الإنقاذ، فهي العمليات تقريبا استمرت فترة أسبوع وبعدها توقفت، لأنه صار في احتمال كتير ضئيل أنه يبقى في أشخاص عايشين أو ناجين تحت الأنقاض. يعني أنا أكثر شيء بتذكره هو فيديو لمنقذ لبناني اسمه علي صفي الدين. يعني هذا الشخص شارك بإخراج عائلة بعد 5 أيام، شاب وأمه، من تحت الأنقاض من بناية 8 طوابق كانت متدمرة فوقهم، ولكن هن طلعوا ناجين من هديك البناية، من تحت هديك البناية. فهذا شيء كتير رائع، وبالفعل هاي الدول يعني بتستحق انه تنشكر على هاي المساعدة وكل مين قدم وساعد. ولكن الأزمة هي ما انتهت، أثر هذا الزلزال ما انتهى. هذا الزلزال بيحتاج لخطة مساعدة طويلة الأمد، خطة لشهور، ممكن لسنين، لحتى يتم علاج الضرر يلي صار بسبب هذا الزلزال. فلهيك دائما بعيد وبأكد أنه راح أرجع أحط الرابط للتبرع لمساعدة الناس السوريين يلي تضرروا بسبب هذا الحرب بوصف هاي الحلقة. هاي المرة الثانية اللي بحكي عن هذا الموضوع، وبحكي عنه مرة ثانية والثالثة إن شاء الله، لأنه شيء كتير مهم وهذا واجبنا تجاه بلدنا. هذا أقل شيء ممكن نحسن إنه نحكي عنه ونقدمه، بما إنه ما عندنا القدرة إنه نقدم يمكن مساعدة مالية كبيرة أو غيرها، ولكن هذا البودكاست واجبنا إنه نحكي فيه ونشجع الناس إنها تساعد أهلنا بسوريا وتساعدنا هون. فهي نقطة كتير مهمة. خبرنا شوي، صار زلزال، أنا لازم أروح. يلا يلا روحي. صار زلزال هلا؟ وقف خلاص. كتير ليك اطلعي من البيت. كتير اطلعي من البيت. خلاص اطلعي هلا، فينا نوقف هاي الحلقة. تمام. عم بيصير هلا؟ وقف. والله قوي مثل العادة يعني. طيب ليكي اهلك شو عم يعملوا هلا؟ اذا عم يطلعوا خلص، لكن هلا راح نوقف الحلقه. تمام، صرخوا شوي بعد وقفوا. بس ما بس خلص وقف. ما جد هلا هلا اهلك يعني رجعوا هديوا؟ شو صار؟ هو كان بس هل ثانيه، هاي ثانيتين هدول يعني، كانت هزة، أم أنا قلت هزة رح توقف، عرفت؟ عرفتك تحكي بعد قوي يعني. طبعا. حسيت رح يصير قوي قوي كتير، قوي قوي ثانيتين وقف. تمام. طيب، فهي يا جماعة يعني هلأ صار زلزال ونحن عم نسجل هاي الحلقة، وشفتوا كيف تلبكنا، شفتوا كيف إنه لوتس تلبكت وأنا تلبكت، وهذا الشيء عم بيصير بشكل يومي بشكل يومي. يعني ما حدا بيعرف شو ممكن يصير خلال هاي الفترة. لهيك كمان بنتمنى منكم على الأقل الدعاء، وبتتمنوا للناس اللي بسوريا أنه الله يحميها وأنه تعيش بأمان، وأنه البلد ترجع قوية ومثل ما كانت وأحسن من قبل. ما هيك لوتس؟ هي إن شاء الله. يبدو انه لوتس ما بقى فيها تحكي ولا شيء. لا بعتقد انه رح نعمل هاي نهاية هاي الحلقة يا جماعة، لانه بعتقد انه الوضع ما كتير مناسب. لانه انا لازم اروح للسيارة مرة كمان. شفتوا كيف؟ هلأ لوتس كمان لازم تطلع من البيت، لانه البقاء بالبيت ما نو شيء آمن. بالحلقة الجاية إن شاء الله رح نحكي شو ممكن الأمور والنصائح يلي والتوجيهات يلي ممكن يعملها الواحد بحال حدوث زلزال. وهلأ مع السلامة. Thanks for listening to the Arabic from Arabs podcast. And always remember, if you'd like to get the free transcript file or to join our courses,
please visit our website arabicfromarabs.com.